السيدات والسادة، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير، أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. نشرة الأخبار من تلفزيون حضرموت نستهلها بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يؤدي صلاة العيد ويستقبل جموع المهنئين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يؤكد التزام المجلس بتعهداته في خطاب بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي البحصني يؤدي مع القادة العسكريين والأمنيين والمدنيين بحضرموت صلاة عيد الأضحى بالمكلا. نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي البحصني يطمئن على صحة المرضى بمستشفى المكلا ويهنئهم بحلول عيد الأضحى المبارك. كانت هذه أبرز العناوين وإليكم التفاصيل، أهلا بكم. أدى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد محمد العليمي ومعه نائب رئيس المجلس عيدروس الزبيدي صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين في العاصمة المؤقتة عدن. وشهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي خطبتي العيد التي حض فيها الشيخ أنيس أحمد إمام وخطيب مسجد سعد بن أبي وقاص على وحدة الصف وجمع الكلمة وتجنب الفرقة وتطهير القلوب من الأحقاد والأضغان في هذه الظروف الاستثنائية من تاريخ بلدنا العريق. وبعد ذلك استقبل فخامة الرئيس رشاد العليمي ونائب رئيس المجلس عيدروس الزبيدي جموعا غفيرة من المواطنين المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، رجال الدولة وأعضاء في الحكومة، قادة عسكريين وأمنيين وشخصيات نسائية ومجتمعية، متبادلين معهم عبارات التهاني والتمنيات بالخير واليمن والبركات، وأن يسود السلام والأمن والاستقرار ربوع اليمن وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع. أكد فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد محمد العليمي التزام المجلس بتعهداته على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الأخرى. جاء ذلك في خطاب وجهه بمناسبة عيد الأضحى المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. الأخوة المواطنون، الأخوات المواطنات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بداية أود أن أعرب لكم باسمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي عن عظيم التهاني وخالص الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأن يعيده الله علينا وعليكم وقد تجاوزنا محنة الحرب التي أشعلتها الميليشيا الانقلابية على شعبنا منذ 8 سنوات، وهي تهنية مخصوصة لضيوف الرحمن حجاج بيت الله العتيق، وموصولة أيضا للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الذين يسخران لخدمة الحجيج وتأمين المناسك أعظم الجهد وكل الإمكانيات، سائلين الله أن يحفظ أرض الحرمين الشريفين وأن يعم الخير والسلام أرجاء بلاد المسلمين عامة. كما أزف التهاني إلى رجال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية الذين ينتشرون في كل ربوع الوطن دفاعا عن أمن واستقرار بلادنا وتقديم التضحيات لاستعادة الدولة والنظام الجمهوري. الأخوة المواطنون، الأخوات المواطنات، لقد عدت وإخواني في مجلس القيادة الرئاسي هذا الأسبوع من جولتنا الخارجية الثانية التي شملت الكويت والبحرين ومصر وقطر، وصولا إلى لقاءاتنا المثمرة مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية. وقد تم أثناء تلك الزيارات بعون الله حشد الدعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الذي سيثمر حزمة من المشروعات الموجهة
بدرجة أولى للتخفيف من معاناتكم وتحسين الخدمات الأساسية، كما تم مناقشة التسهيلات للمغتربين والجاليات في تلك الدول الشقيقة. وقد شرعت الجهات المعنية في الحكومة بإجراءاتها لتنسيق تدفق الدعم، بدءا بتمويل حزمة من المشاريع الإنمائية الحيوية التي تم استيفاء جميع متطلباتها في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات بتمويل من أشقائنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة. كما أصدرنا التوجيهات للحكومة وكافة الجهات ذات العلاقة بتسريع الإجراءات الخاصة بإنشاء صندوق للمشتقات النفطية بقيمة 900 مليون دولار مقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في وقت استوفى فيه البنك المركزي إجراءاته وإصلاحاته اللازمة لاستخدام الوديعة السعودية الإماراتية البالغ قيمتها 2 مليار دولار. وإننا بهذه المناسبة نؤكد باسم مجلس القيادة الرئاسي لشعبنا وأشقائنا وأصدقائنا التزامنا الكامل بمسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية والمؤسسية ومكافحة الفساد وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة. ونحذر كافة الجهات من إساءة استخدام السلطة أو التقصير في الواجبات المخولة لخدمة المواطنين والتخفيف من معاناتهم وتسهيل وحماية عمل المنظمات الإقليمية والدولية. الأخوة المواطنون، الأخوات المواطنات، ونحن على مقربة من مضي 100 يوم على أداء اليمين الدستورية وتسلم مجلس القيادة الرئاسي السلطة في البلاد، ما زلنا على العهد الذي قطعناه بإجراء الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية والخدمية اللازمة والتخفيف من معاناتكم، بما في ذلك إيجاد حل جذري لأزمة الكهرباء وانتظام دفع رواتب جميع الموظفين ورجال القوات المسلحة والأمن وإعادة بناء وتنظيم المؤسستين الأمنية والعسكرية وتحسين أوضاع منتسبيها ورعاية أسر الشهداء والعناية بالجرحى والنازحين واللاجئين ورعاية طلابنا في مختلف بلدان الشتات. ولعلكم تدركون أيها الأخوة والأخوات أنه لا يمكن حل كافة المشاكل دفعة واحدة، لكنني سأكون صادقا وشفافا معكم بمختلف الوسائل بأننا ماضون في معالجة كافة هذه الاستحقاقات، وأطلب منكم اليوم الوقوف إلى جانبنا والالتحام بمعركتنا المتشعبة باعتبارها الطريق الوحيد للتقدم إلى الأمام وتحقيق النتائج المرجوة وحماية أي مكاسب يمكننا معا تحقيقها والبناء عليها. وبدءا بتعهداتنا على مسار السلام، فقد رأيتم كيف تواصل فرقنا ودبلوماسيتنا كشف الوجه الحقيقي للميليشيا وموقفها الرافض لكافة المساعي الحميدة للسلام دون تفريطنا بالإرادة الشعبية والثوابت الوطنية ومرجعيات الحل الشامل. لقد حرصنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي على حماية توافقنا الوطني العريض والعمل بروح الفريق الواحد والسير على قاعدة الشراكة لحسم كافة القضايا المنظورة أمام المجلس، كما أوفينا بعهد العمل من العاصمة المؤقتة عدن والشروع التدريجي في إعادة بناء المؤسسات واستقرارها على امتداد التراب الوطني. إن الاستقرار الأمني ما يزال أولوية جماعية قصوى، وقد حققنا تقدما مهما على هذا الصعيد بتشكيل اللجان العسكرية والأمنية وإعداد التصورات المهنية المتعلقة بإعادة بناء هاتين المؤسستين الوطنيتين وفقا للمعايير المعتمدة، ويشمل ذلك العناية الخاصة بأجهزة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. لقد حرصنا على انتظام دفع رواتب جميع موظفي الخدمة العامة في مناطق الحكومة الشرعية والنازحين إليها والبعثات الدبلوماسية وطلابا المبتعثين للدراسة في الخارج، وكذلك إخواننا رجال القوات المسلحة والأمن، وذلك جنبا إلى جنب مع مساعينا المخلصة لإيجاد المعالجات الكفيلة بدفع استحقاقات الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، مؤكدين على ضرورة أن تفي تلك الميليشيات بالتزاماتها المقطوعة
للمبعوث الأممي وعلى رأسها الكف عن استخدام الاقتصاد ورقة حرب مدمرة ضد شعبنا. كما سعينا بجهود حثيثة على تحسين الخدمات والضبط النسبي لأسعار السلع والعملة الوطنية بالعمل المخلص والمثابر لكافة مستويات الدولة وأجهزتها، وسعينا لتوفير عوامل تحسينها، وعلى رأس ذلك العمل على جلب المساعدات التي ستصل قريبا ونلمس ثمارها على مختلف المستويات وخاصة في مجال الطاقة، حيث تم اعتماد إنشاء محطة غازية لتوريد الكهرباء وشبكات الجهد المتوسط والتوزيع الكهربائية للجهد المنخفض في محافظة عدن بتكلفة تزيد عن 150 مليون دولار ضمن حزمة المشاريع المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة. وتعزيزا لهذه الجهود نواصل على نطاق أوسع بلورة السياسات الضامنة في مجال مكافحة الفساد وأجهزة إنفاذ القانون والمساءلة وإيلاء مشاكل القضاء اهتماما خاصا، بدءا بتعيين نائب عام جديد للجمهورية ورفع إضراب القضاة والعمل على تحسين تحصيل الإيرادات وتنميتها والإدارة الرشيدة لها وتوجيه المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها ومصارفها الحقيقية. كما شرعنا العمل بتعهداتنا في المجالات الاجتماعية وتعزيز دور المرأة والشباب والتوجيه باتخاذ كافة الإجراءات الضامنة لمشاركتهم في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار. يا أبناء شعبنا العظيم، إن أمة دينها الإسلام ونسيجها العروبة جديرة بالقوة لا بالضعف، بالترابط والاصطفاف لا بالشتات والفرقة، بالسلام والأمن لا القتل والخوف، جديرة بالانتماء إلى قيم العصر وبهاء التاريخ الناصع العظيم، لا أن تغدو أرضا يستبيحها جنون إيران ومطامعها التوسعية بهويتنا العربية وأمننا القومي. وإننا بهذه المناسبة نؤكد تمسكنا بنهج السلام ودعم جهود المبعوثين الأممي والأمريكي وكافة المساعي الحميدة من أجل حل شامل للأزمة واستعادة مؤسسات الدولة بناء على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا وإقليميا ودوليا. إن التطورات على هذا المسار تثبت انحياز مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى جانب شعبنا والتخفيف من معاناته وتعرية الميليشيا الانقلابية التي ليس أمامها في النهاية سوى الانصياع للإرادتين الشعبية والدولية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة، خصوصا فيما يتعلق بفتح معابر تعز والمحافظات الأخرى ودفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها من إيرادات ميناء الحديدة وفق التعهدات التي قطعتها الميليشيا للمبعوث الأممي، والكف عن التكسب من اقتصاد الحرب وفرض الجبايات على المواطنين وابتزاز القطاع الخاص والمنظمات الإنسانية. إن هذا الأمر يتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وممارسة أقصى الضغوط والمواقف الحازمة لدفع الميليشيات على التعاطي الإيجابي مع الفرص السانحة لصنع السلام وإنهاء معاناة شعبنا التي طال أمدها. وإنني أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن آمال شعبنا ومجلس القيادة الرئاسي في أن تفضي القمة العربية الأمريكية التاريخية التي تستضيفها مدينة جدة هذا الشهر إلى تنفيذ القرارات الأممية وإحداث التحول الدولي المطلوب إزاء القضية اليمنية العادلة وتقدير المواقف المشرفة التي صدرها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في الدفاع عن الشرعية الدستورية وعن استقرار بلادنا وتأمين خطوط الملاحة البحرية ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله. لقد عبرنا مرارا عن خيبة أملنا من غياب شريك جاد لجلب السلام والاستقرار لبلادنا، ومع ذلك لم نتردد في التعاطي مع أي فرصة حقيقية باتجاه السلام المنشود الذي يضمن حقا متساويا لكل أبناء الشعب في الحقوق والحريات والمساواة والتوزيع العادل للثروة والشراكة المتساوية في السلطة واستعادة بلادنا لدورها في الجزيرة العربية والخليج وكعضو فاعل في الأسرة العربية والدولية. ونحن نمضي في هذا الدرب من أجل السلام
فإننا سنوفر كل عوامل القوة لحماية ذلك النهج الثابت في برامجنا وتعهداتنا، بما فيه تعزيز جاهزية قواتنا المسلحة والأمن وأبطال المقاومة الشعبية واستعدادهم الكامل لردع أي تصعيد عدائي من قبل الميليشيا الحوثية والجماعات والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها. إخواني المواطنين، أخواتي المواطنات، تعلمون أن مقر الرئاسة في معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن ليس قصرا بالمعايير المتخيلة، بل معسكرا رئاسيا وحكوميا للعمل على مدار الساعة، لأن المرحلة فيها الكثير من الصعوبات والتحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، ولكننا أقسمنا أن نكون إلى جانبكم في السراء والضراء وعدم العودة إلى الفراغ الذي تدفعون تكلفته وحدكم في كل مرة. لقد عانيتم كثيرا بالفعل، ولكننا اليوم معكم، وسنمد أيدينا لكل الذين يريدون العمل إلى جانبنا في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للتخفيف من معاناتكم وتحقيق تطلعاتكم وتجاوز ما نحن فيه. سنستمد قوتنا من صبركم وتضحياتكم، من الشباب الذين لا يكترث الإنقلابيون لمستقبلهم، ومن المرأة التي ينكرون حقوقها، ومن النازحين والمشردين واللاجئين في كل مكان، ومن أبطال قواتنا المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية المرابطين في الصحاري والجبال، الذين أثبتوا أن 6 عقود من الحرية والنظام الجمهوري لا يمكن إعادتها إلى الوراء، ومن أشقائنا الذين سطروا معنا ملاحمة تاريخية، ومن علمائنا المعتدلين في كل مكان الذين انتصروا لقيم السلام في التعايش والمحبة والأمنيات بالخير والصلاح لكل شعوب العالم. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبادل فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي مع ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وعبر فخامة الرئيس عن أحر التهاني وأطيب التبريكات لنظرائه بهذه المناسبة الدينية العظيمة، راجيا لهم موفور الصحة والسعادة ولحكومات وشعوبهم الشقيقة التقدم والازدهار. كما أعرب فخامته عن أمنياته في أن تعود هذه المناسبة الدينية العظيمة وقد تحقق للأمتين العربية والإسلامية كل ما تصبو إليه من مجد ورفعة. رفع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني التهاني والتبريكات إلى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وإلى أعضاء المجلس كافة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقال في التهنئة إلى فخامة الرئيس: يسرني أن أرفع إلى فخامتكم باسمي شخصيا وباسم قيادتي السلطة المحلية بحضرموت والمنطقة العسكرية الثانية أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، أن تعود هذه المناسبة المباركة العام المقبل وقد تحقق لأبناء شعبنا آمالهم وتطلعاتهم نحو سلام عادل وشامل ينهي معاناة الحرب، متمنيا لفخامتكم موفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد في مهامكم كافة خلال هذه المرحلة الانتقالية. كما أتضرع إلى الله تعالى أن يعيد أمثال هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخير والصلاح لهذه الأمة، وكل عام وفخامتكم بخير. أدى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم ومعه وكيل أول المحافظة الشيخ عمر بن حبريش العلي صلاة عيد الأضحى المبارك مع عدد من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية بحضرموت وجموع المصلين في مدينة المكلا. وعقب أداء صلاة وخطبتي العيد تبادل النائب البحسني التهاني والتبريكات الودية مع جموع المصلين بهذه المناسبة الدينية، ناقلا لهم تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية وتهانيه وتبريكاته أعضاء المجلس كافة
بحلول عيد الأضحى المبارك سائلا الله أن يعيده أعواما مديدة ووطننا الحبيب في تقدم ورخاء وازدهار. وعبر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تقديره البالغ للمواطنين في حضرموت على مشاعرهم الصادقة تجاه قيادتهم، مترحما على أرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه، وكذا الشهداء الذين سقطوا في معركة تحرير ساحل حضرموت من التنظيمات الإرهابية في 24 من إبريل من العام 2016، راجيا للجرحى الشفاء العاجل، وسائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة وقد تحقق لوطننا الحبيب ولشعبه الذي صبر لسنوات ما يصبو إليه. كما عبر المهنئون من جانبهم عن سعادتهم البالغة بتشكيل مجلس القيادة الرئاسية والتحام قيادات الدولة كافة للمضي قدما نحو تثبيت الأمن والاستقرار والتوجه نحو تطبيع الحياة والتنمية والاستثمار وتخفيف معاناة أبناء الشعب. قام نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء ركن فرج سالمين البحصني اليوم بزيارة إلى مستشفى المكلا للأمومة والطفولة. وطاف النائب البحصني بأقسام الأطفال والرقود العام وغرفة العناية المركزة مطمئنا على صحة المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفى ومتمنيا لهم الشفاء العاجل، ونقل لهم تحياتي وتهاني وتبريكات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليبي وأعضاء المجلس كافة بحلول عيد الأضحى المبارك، كما اطلع على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى وسير العمل وآلية توزيع النوبات بين الأطباء خلال مدة العيد، مشددا على رفع مستوى الأداء وإيلاء المرضى جل الرعاية والاهتمام. أوجه المحافظ البحصني بصرف مكافآت مالية للمناوبين في المستشفى. استقبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحصني اليوم بمدينة المكلا جموع المهنئين من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والشخصيات الاجتماعية وعدد من المواطنين وممثلي وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء لتبادل التهاني والتبريكات معهم بحلول عيد الأضحى المبارك. ونقل النائب البحصني تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وتهانيه وتبريكاته بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة ووطننا الحبيب في تقدم ورخاء ونماء وتطور وازدهار الرفعة والسمو لأبناء الشعب اليمني، موضحا بأنه أجرى اتصالا بفخامة الرئيس أطلعه على سير الأوضاع بمحافظة حضرموت، وأن رئاسة المجلس أبدت استعدادها بزيارة المحافظة للإطلاع عن كثب على الأوضاع وتحمل أبناء المحافظة وصبرهم خلال السنوات الماضية. وأكد البحصني أن قيادة السلطة المحلية بحضرموت بمكتبها التنفيذي والهيئات والمؤسسات الحكومية كافة لن تدخر جهدا في سبيل تحصيل الأوضاع وفق الإمكانات المتاحة. وكشف نائب البحصني عن تفاهمات أولية مع شركة أجنبية لإنشاء محطة بقدرة 60 ميجاوات على الطاقة الشمسية، أن هذه الشركة ستصل قريبا إلى حضرموت لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مبالغ لإنشاء محطات صغرى لتحصيل القدرة التوليدية لمحطات الكهرباء بالمحافظة ساحلا وواديا، كما جدد دعمه للأمن الغذائي من خلال إيلاء الزراعة اهتماما كبيرا ودعم المزارعين بما يحقق لهذا القطاع النهوض في عملية الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأعلن عن تشكيل لجنة تهتم بقطاع الزراعة وتعمل على دعم المزارعين في محافظة حضرموت. قبل دقائق وجهت رسالة معاودة عبر الإذاعة إلى جميع المواطنين، ولكن طالما في إعلام مرئي موجود اليوم هنا برضه بعيد التذكير بعيد التهنئة أيضا. وقبل لحظات أجرينا اتصال مع فخامة الرئيس وطمناه على الأوضاع في حضرموت، و
رفعنا لهم معاناة المواطنين في حضرموت أيضا، وكل الأمال تتعلق الآن على الزيارة المرتقبة لفخامة الرئيس والحكومة أيضا للمحافظة. ماذا نريد أن نقول للمواطنين بصراحة؟ مواطنين يعني في حضرموت صبروا كثيرا وعانوا كثيرا وظلوا متمسكين بهذه الشرعية، ظلوا متمسكين بالقانون، ظلوا متمسكين بالقيم، وظلوا متمسكين بقيادتهم المحلية، وظلوا متمسكين بالوضع التقييم الوضع الدولي ورؤية الأوضاع في اليمن بشكل عام. وهذا يدل على أن ثقافة المواطنين في حضرموت ثقافة عالية جدا. تصوروا يا جماعة، أنا بقول لكم بصراحة يعني نحن الآن بعد ما صلينا في خلف كنا جايين بالطريق المكلة عبر عند المينا ومرينا، لقينا كثير من الشباب على الشوارع، كنا نتوقع أنهم بيواجهونا الاحتجاجات، وذا بالعكس مرحبين ومحيين ومعاودين. هذا دليل على الروح الأصيلة والفهم والوعي العالي للمواطنين في حضرموت. أنا بقدر هذه المشاعر، بقدرها تقدير عالي، وبتجعل أمامنا مسؤولية مضاعفة، ولذلك نحن سنعمل كقيادة جماعية المحافظة، سواء كان عبر المكتب التنفيذي، سواء كان عبر الوكيل الأول والمحافظ، سواء كان عبر الإدارات الأخرى، من أجل إسعاد هؤلاء الناس. ما قصار جهدنا سنبذله في سبيل أن نسعد هؤلاء الناس وأن نخفف عنهم حسب الإمكانيات التي هي تبع السلطة المحلية. ما هو أرفع من ذلك؟ سيجي الرئيس، سيجي الحكومة، زي ما قلت أمس في خطاب لي أنه ستقدم كل الملفات ستضع أمامهم في أمور كثيرة مباشرة. أنا تكلمت وأعطيت إشارة أمس في خطابي إلى موضوع محطة الكهرباء الشمسية، وأن في تواصل مع شركة معينة، وبإذن الله خلال أيام قليلة أنا بيصل وفد مختصر فقط ليلتقي بالمختصين عندنا، وبالتالي يضعون اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق. هذا الاتفاق ميزته أنه مش ما إلا يتطلب منا دفعين مبالغ كبيرة فقط، طاقة مشترى، ولكن طاقة مشترى بسعر زهيد. وهذه التجربة موجودة في مصر، لما زرنا مصر حكى لي إياها وزير الكهرباء، وقال في شركات تعمل بهذا الشيء، هي اللي تقوم المحطة تجهزها تبيع لك طاقة، والطاقة يعني قيمتها بحدود 4 سنت 5 سنت. خلوهم يقولوا لنا كم يكلف الآن إذا كان محروقات بالديزل، وإذا كان محروقات بالمازوت، أعتقد إنه يكلف حوالي 70 أو 80، ما عندي رقم دقيق لك في هذا ريال. المسألة تختلف، إذا توفقنا في هذا بيكون نجاح كبير وسريع جدا. الطاقات الشمسية بسرعة يبنونها، 3 شهور ويجهز، عبارة عن ألواح وخلاص. ذا واحد بيكون إنجاز يعني سريع. الشيء الثاني، أمس في المساء جرت اتصال مع وزير النفط في موضوع آخر، ولكن هو أجانب خبر طيب، موجود هو في ألمانيا، وقال كل من الرئيس أنه يتفاوض مع شركة حول بناء محطة على الغاز في بلحف، ستخدم حضرموت، ستخدم شبوة. هذا برضه إذا تم سيكون خبر طيب جدا. نحن برضه في عندنا فكرة أنه من الآن وصاعد سنخصص مبلغ لبناء محطة معينة صغيرة، 20 ميجا 40 ميجا، نشوف كم إمكانيات في الوادي أيضا غازية إذا أمكن. في أفكار عند الأخوان في الوادي سمعت عنها، إذا نقدر ننفذها بننفذها، إذا ما نقدر ننفذها برفع الحكومة بنزم الحكومة تنفذها إذا في جدولها بعد الدراسة الدقيقة. كل هذه الأمور تمشي إن شاء الله بشكل أفضل، وبإذن الله لن يأتي الصيف القادم إلا الوضع أفضل.
نقولكم حل كامل لكان أفضل من هذا. إذا غضيت المكلة وشحر والبوزير 60 زائد 60 120 بدنا بيكون فضل. وبنقلل من المحطات هذا الطاقة المشترى حق الديزل حق ده بنستغني عنه قدر الإمكان ما نخلص. كثير من المشاريع الكبيرة إن شاء الله الآن استكملت وسيتم افتتاحها عن زيارة الرئيس، سيعلن عنها رسميا. وكثير من المشاريع الجديدة سنضع لها حجر الأساس، وسنهتم بالزراعة الآن. يعني أنا لما كنت برا كل الناس يتكلمون عن الغداء، لازم نحن برضو نهتم بالزراعة. نعمل ورشة أو مؤتمر المزارعين وخاصة في الوادي مناطق زراعية، من بيزرع حبوب بندعمه، من قادر يزرع بر بندعمه، خصص له مبالغ محترمة بندعمه. كيف بندعمه؟ بالطاقة، لا بارسة نوفر لها طاقة شمسية، وبالتالي المزارع سيستفيد كثيرا، سيتحمس العمل، معناه تحصل ماء بلاش. فبنشكل لجنة لهذا الغرض، بنشكل مختصين لهذا الغرض، وبإذن الله ننجح. فهذا هاجس مهم جدا، الزراعة في حجر نفس الشيء، في المناطق الساحلية أنا في اتجاه البوزير نفس الشيء، في شرق أي مكان في زراعة نريد زراعة تزرع حبوب. العالم كله حتى لو وصلنا إلى استكفاء مش كامل 50%، حققنا النجاح. لو حصلت مجاعة في العالم هو 50% من تقسمه بين البين ويصير يغطي. هذا النظرة إن شاء الله سنعمل عليها. تطوير الأجهزة الأمنية والعسكرية مهم جدا، ولا يمكن أن نضمن أي توجه نحو الاستثمار بدون تطويرها. لذلك أنتم بتشوفون كل شهر نعمل دورة ونخرج دورة، وانضباط دقيق في هذه الدورات، هذا النهج سيستمر. وأرجو ثم أرجو أن يقدروا الجنود والصف الضباط والضباط والقادة العسكريين. انتم شفتوهم اليوم، احنا مدنيين كل واحد في بيته اليوم يذبح وفرحان هو وعياله ولابس، وهم قيام باللبس العسكري، هذا شرف لهم. وهذه القناعة اللي توصلوا إليها ما جت بالسهل، إلا بعمل معنوي معاهم وبقيادات فوقهم يوم بيوم، وبتوعية وبروح معنوية وبوطنية من قبلهم أيضا. هذا المكسب هو أهم مكسب لحضرموت. أرجو أرجو لا أحد يشكك فيه أبدا، ولا أحد يفرط فيه أبدا أبدا. إحنا اليوم موجودين، بكرة قيادة ثانية موجودة، لكن هذا الأساس اللي عملناه يجب أن يستفيدوا الناس منه. كل عام وانتم بخير، مواطنين بخير. الامل يجب ان يكون موجود، والتفاؤل يجب ان يكون موجود، والباقي ما فيش حاجه مستحيله ابدا. تضامن الناس مع بعضهم البعض، حفاظ على بعضنا البعض، والله لا نريد نفرط في اي شخص ابدا الا اذا اهمل في واجبه. من هو مقصر في واجبه ما يعذرنا. هذا المثال اللي أردت أن ألمح لها في هذه العجالة، وأعيد وأكرر التحية للمواطنين، التحية للأجهزة العسكرية والأمنية، رجال المرور طوروا تطور غير عادي، الأجهزة الأمنية في حضرموت والعسكرية لا تتناول القات فوق الواجب على الأقل، خلهم يخزنوا في مكان ثاني، لكن فوق الواجب روحوا شوفوا المحافظات الثانية وبيجوكم لهنا وبتشوفوا الوضع كيف. أنا الجنود حق الحراسة لما راحوا مكان وجابوا الجنود استغربوا، لكن بعدين قلنا لهم هذا التنافس وهذا التنوع ممتاز جدا. ربما هذه التجربة اللي مرينا بها ومر بها الوطن بشكل عام خلق إنه كل محافظة أمور داخلية تسير هي سن قوانين داخلية، قوانين سيادية كل الناس يحترموها، لكن يا أخي قات فوق الواجب. إحنا ما نبغى القات، ما كان قات موجود في حضرموت،
وبنقدم على هذه الخطوة، بس مش الآن حاولنا نقدم عليها ظهرت ما فيها، قلنا ما عاد نصدم مع القاعدة ومع داعش ومع المافيا ذا حق القاعدة، خلونا نهدي شوية. لكن بيجي يوم وطن بيكون مستقر، قاعد في حضرموت سنرفع شعار وسنصدر قرارات بأن لا يكون، ما أحد ما بيرتاح بيخزن يروح له على الحدود. شوف كم بيكلف المشوار لهن بعد فترة. لا أريد أن أطيل عليكم، كل عام أنتم طيبين إن شاء الله، فنهتم كثير بالشباب والرياض. عيد مبارك، كل عام أنتم طيبين، السلام عليكم ورحمة الله. بعث نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني برقية عزاء ومواساة إلى المدير العام للأمن السياسي بحضرموت اللواء عبد القادر بربيد، عزاه فيها في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدته. وعبر النائب البحسني في برقية العزاء عن أصدق العزاء والمواساة، معزيا اللواء بربيد وأقرباء الفقيدة كافة بهذا المصاب الأليم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة، أن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. رفع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك برقية تهنئة إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة والشعب اليمني الصابر والأبي في الداخل والخارج والأبطال الميامين المرابطين في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وفي البرقية توجه الدكتور معين بالتهنئة إلى فخامة الرئيس رشاد العليمي وإلى جميع أبنائنا وإخواننا الأبطال المرابطين في ميادين الشرف والبطولة وهم يدافعون عن ثوابت الوطن، مؤكدين لفخامة الرئيس في برقيته بأن الحكومة تعمل بجهد استثنائي على تنفيذ توجيهاتكم بتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية عن المواطنين وتحسين الخدمات الضرورية، داعيا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة على فخامتكم وأعضاء مجلس القيادة بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعبنا اليمني وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. ختام النشرة مشاهدين، أعود وأذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يؤدي صلاة العيد ويستقبل جموع المهنئين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يؤكد التزام المجلس بتعهداته في خطاب بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي البحسني يؤدي مع القادة العسكريين والأمنيين والمدنيين بحضرموت صلاة عيد الأضحى بالمكلا. نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي البحسني يطمئن على صحة المرضى بمستشفى المكلا ويهنئهم بحلول عيد الأضحى المبارك. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.